بونجور تو الموند اي بيان فيني دان نوفيل فيديو. معكم صوفيا الكميري فيديو جديد. بسم الله هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الكونكور اللي خارج ديال يعني السلك المهندسين، وراه يعني خاصكم تسجلوا قبل الوقت حيت هاد يعني هاد لي سيكل دانجينيور اللي كيعطيو يعني في كاع لي فاكولتي ما كيعطوهمش الوقت بزاف، يعني حاولوا تسجلوا من دابا ديروا لانسكريبسيون ديالكم يعني كليه العلوم والتقنيات ديال مراكش، لا فاكولتي ديال مراكش. وكان داز واحد يعني سيكل دانجينيور ديال المحمديه، المهم واقيلا ديال المحمديه غيكون سالا جو بونس، المهم ديال كليه العلوم والتقنيات مراكش. ها هو يلاه بدا دابا شي يومين بحال هكاك، المهم حاولوا تسجلوا فيه. بالنسبه للشروط اللي مطلوبين انك تكون عندك الدوغ يعني فوا سوا يعني كما كتشوفوا هنا هما عندك الدوغ ولا الدوغ في البيولوجي ولا دي اس تي يعني في الاف اس تي وداك الشيء. المهم هانتوما هاد البي دي اف الا بغيتوه انا نخلي لكم انستغرام ديالي في صندوق الوصف، تواصلوا معايا ونصيفط لكم هاد البي دي اف هو شنو فيه. المهم هادو هما لي اوفر دو فورماسيون دو سيكل دانجينيور على اف تي دو مراكش، يعني كاينين هادو كاملين اللي الناس اللي عندهم بيولوجي وعندهم الدوغ يعني خداو الدوغ هاد العام، يعني عندهم اس 1 اس 2 فاليدي اس 3 اس 4 فاليدي، يمكن لهم يدفعوا لهاد الاول ديال لا بيولوجي يعني ديال لابيولوجي هاد الاول. المهم غادي نشوفوا كيف هي طريقه التسجيل وداك الشيء، غادي نشوفوا يعني في ابخي غنوريكم هادشي كامل، يعني اصلا غادي دوزوا يعني كونكور اكري بعد ما غادي تقبلوا داك الشيء غتمشي دوزوا كونكور يعني كتابي وغدوز الشفوي وداك الشيء. وهاد الشيء الا بغيتوا تقراوه هاد الشيء زعما يعني قال لك هنا امتاش يعني الحد الادنى ديال باش ان تحبس لكم يعني لانسكريبسيون وداك الشيء هي 29 اوت. المهم هادشي اللي كاين فيه هادو لي زيطاب اللي بغيتو تتبعوهم بحال هكا يعني باش تقيدوا داكشي، هادشي كامل كاين نخلي لكم يعني البي دي اف يعني في انستغرام، دوزوا عندي انستغرام. ندوزو دابا للسيت، السيت غنخلي لكم في صندوق الوصف تسجلوا، راه عادي ماشي شي حاجه صعيبه. قلنا يعني نعاودو نذكروا ان الناس اللي عندهم البيولوجي عندهم الدوك انهم يتسجلوا، ولا عندك بي سي ولا سيونس مات ولا شي حاجه ولا اف ستي. المهم السيت هو نخلي لكم في صندوق الوصف، هذا هو السيت يعني فاش كتدخل ليه كيعطيك هذا الشكي اس تي مراكش. المهم هذا الشيء هنا كتجي راه عادي، هذا الشيء راه عادي يعني البريد الالكتروني ديالك يكون يعني البريد الالكتروني يكون خدام مزيان. علاش؟ لانهم ضروري غادي يطلبوه داك الشيء. هنا البريد الالكتروني، هنا الفيلياغ، الفيلياغ اللي غتختار مثلا الفيلياغ شوازي. شنو قلنا حنا؟ قلنا قبيله يعني الاختصار ديال هذيك الاولى هي اس ا، يعني الا رجعتو بي دي اف حنا غادي نرجعو ليه يعني الاختصار ديالها هي إس. يعني انا شفتو هنا هي الاختصار ديالها اس ا، يعني كاملين فيهم الاختصارات. حنا كنا غادي ندفعو لهاد الاول، المهم غادي ندفعو لهاد الاول وانتوما اللي بغيتو تدفعو راه غتدفعو ليه. كما قلت لكم البريد الالكتروني ضروري يكون خدام الدراري. فيلياغ قلنا غادي نختاروا هذيك اس ا مثلا، هذه الاختصار ديالها اختاروها مثلا على سبيل المثال. هنا السيفيليتي، السيفيليتي واش انت يعني مدام ولا ذكر ولا انثى بطبيعه الحال. ندوزو نكملوا يعني هنا الاسم العائلي ديالك، قال لك هنا يعني لي ليتر يكونوا ماجيسكول. المهم هنا البرينون كذلك يعني السميه ديالك، دات دو نيسونس هادشي راه ساهل الدراري يمكن لك ديروا. ناسيوناليتي يعني الجنسيه ديالك، يعني ناسيوناليتي نشوفوا. وكذلك هنا السي ان يعني رقم البطاقه الوطنيه. المهم هادشي راه ساهل الدراري، كود مسار هنا، تليفون ديالك، العام اللي خديتي فيه البكالوريا الى قلبتي هنا غتلقى غير 2018 2019. اي فوالا هنا شنو عاطينكم كذلك هنا ستيلو دو باك، يعني اش من نوع ديال الباك، واش اس في تي. الا كنتي اس في تي راه كاينين اس ام اي اس بي اس في تي ولا اوتر، يعني شي حاجه اخرى انت دير لي اس في تي مثلا على سبيل المثال. ديبلوم لي بريباري، يعني الديبلوم اللي خديتي، الديبلوم يعني هو الدوغ اللي خديتي فاش كما كتشوفوا هنا سيليكسيون، يعني عطينا النوع ديال الديبلوم. المهم فاش كتختار كل شيء كتعمري، يعني انا مازال ما عمرتش هذا الشيء، يعني ما عمرتش هذا الشيء، داكشي علاش ما عطاونيش باش يعطوني هذا. المهم كيتعكس السيت وداك الشيء، راه على حساب ملي غنعمر غادي نعمر نقاد كل شيء. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو، تسجلوا دابا لحد الان ما حد باقي الوقت، وبون كوراج والله يسر.